خلينا بقى نقول لكم على فقراتنا النهارده، واللي هنبداها بفقره مهمه جدا. هنتكلم عن تنسيق القبول بالجامعات بعد انتهاء المرحله الثانيه من التنسيق امبارح وانتظار الطلبه واسرهم للنتيجه. وكمان في حوالي 100,000 طالب من الطلبه الدور الثاني من الثانويه العامه اللي بيمتحنوا اليومين دول، منتظرين طبعا يعرفوا هل هيكون ليهم كليات في المرحله الثالثه من التنسيق اللي هيفتح بعد اعلان نتيجه الدور الثاني مباشره ولا ايه اللي هيحصل. تفاصيل كتير هنعرفها عن تنسيق المرحله الثانيه والثالثه من ضيفنا دكتور طلعت عبد الحميد، الأستاذ بقسم أصول التربية بجامعة عين شمس. أما فقرتنا الثانية هتكون عن مشاركة مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، واللي هتبتدي بعد كام يوم، وهنعرف من ضيفنا دكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية تفاصيل أكتر عن أبطالنا المشاركين والميداليات المتوقعة اللي ممكن نحصل عليها كمان خلال مشاركتنا في البطولة. بس الأول زي ما عودناكم هنروح نشوف إيه أبرز الترندز اللي كانت منتشرة على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا. نرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية وهنبتدي أخبارنا أو كلامنا النهاردة ياسمين عن حاجة مهمة قوي، وهي اختيار الأباء والأمهات كل حاجة لأبنائهم، أو فرض السيطرة أو فرض الرأي، أو أني طول الوقت أحسس ابني أن أنا اللي فاهم وأن أنا اللي عارف وأن أنا اختياري هو الصح، أنت لسه ما عندكش خبرة. فكرة أصلا أن أنا ما سيبهوش يختبر الدنيا يغلط عشان يتعلم، الحاجات دي كلها ما هي دي الحياة، دي الخبرة اللي أنا أخدتها من قبلك طبعا. فإني أنا أختار لك، حتى في أباء وأمهات بيختاروا مثلا العريس والعروسة لأبنائهم، فهم قصدي الليفل بيوصل لحد فين، الجامعة، الشغل، حتى لو فنان معين بيحب يقولوا لا ما تحبش الفنان ده حب الفنان ده، قصص كده كتيرة مؤسفة ولحد النهاردة للأسف لسه موجودة، مع أن احنا بنقول التكنولوجيا وتطورنا والجيل اتطور والعالم اتغير، ولكن لسه في نقط واقفين عندها، لسه في نقط ولاد كتيرة بيعانوا منها. صحيح طبعا، مشكلة كبيرة جدا جدا، والمشكلة الأكبر كمان الموضوع ممكن يعني يكون مزعج لو كل حاجة اختارها الأهالي لولادهم. يعني في بعض الحاجات بيكون طبعا خبرة الأهالي أكبر من ولادهم، فبيقدروا ان هم يساعدوا ولادهم يوجهوهم لحاجة أحسن، بس مثلا فكرة اختيار مثلا زي مثلا ما قالت موسيقى معينة، أنواع معينة من الفن، ده بيكون أفضل ان الآباء يعني يعني يرشدوهم عشان يشوفوها هم صغيرين، ان ده بيعمل توافق بين الأسرة في البيت، انهم في نهاية الأسبوع مثلا عايزين يتفرجوا على فيلم معين، موسيقى معينة،
يكون في توافق بينهم، بس ده برضو ما يمنعش ان يكون في ولو جزء يقدر الابناء ان هم يعبروا عن ميولهم الخاصه، افكارهم الخاصه بيهم بعيدا عن الاسره طبعا، لان ده بيؤدي لعمل شخصيه مستقله للطفل، ما يكونش يعني كل حاجه الاهالي هم اللي بيفرضوها ويكونوا عايشين بشخصيه اهالينا مش شخصيتنا احنا. لازم طبعا ندي اطفالنا الحريه الكامله للاختيار ولا لا؟ ده اللي هنعرفه طبعا دلوقتي من استاذه او دكتوره رحاب العوضي، استاذ علم النفس السلوكي. وصباح الورد على حضرتك. اهلا وسهلا، صباح الورد على حضرتك. طبعا يا فندم مهم جدا ان احنا ندي لاولادنا حريه الاختيار وان هم يطلع عندهم شخصيه مستقله، بس هل الافضل للطفل ان هو مثلا يتعلم ويختار اللي هو بيحبه من هواياته وثقافته، ولا لازم يكون في ارشاد ابوي بشكل ما؟ يعني ازاي يحصل بالانس بين ان احنا نرشد اولادنا وفي نفس الوقت يطلع عندهم شخصيه؟ يجب ان يكون في ارشاد وفي رقابه ومراقبه وقدوه وسلوك، في سلوك القدوه والنمذجه يجب ان يكون ده شرط اساسي في التربيه. ولا ينفع ترك ابنائنا لاختياراتهم الحره المتفرده، لان الابناء ما زالوا في سن صغير، في خبرات بسيطه زي ما حضرتك بتقولي، الخبره البسيطه قد تؤدي بالمراهق او الانسان تحت سن العشرين باتخاذ قرارات خاطئه تؤثر على حياته مدى الحياه بعد كده. ولكن يجب ان يكون في عندي دور الارشاد والرقابه والاهتمام بالتفاصيل والشرح للابناء مشكلات الحياه وصعوبات الحياه. ولكن في هناك امور يجب الا تدخل فيها الاهل، مثل اختيار لون الملابس اذا كانت ملائمه ومناسبه للمجتمع اللي احنا موجودين فيه، اختيار الهوايات، اختيار الالعاب اللي ممكن يلعبوها. دكتور رحاب، عشان في بس يعني شعره ما بين ان انا ارشد وان انا اتدخل، حضرتك دلوقتي بتقولي ان انا اختار لون الملابس والهوايات وكده، ولا دي حاجه انا ما اتدخلش فيها؟ بالظبط. طبعا. طب احنا دلوقتي في زي ما قلت حضرتك كده شعره ما بين انك توجهي وترشدي وما بين انك فعلا تتدخلي. يعني حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اسيبهم ياخدوا قرارات في حياتهم وابشرهم او اتابعهم، ايه الحاجات اللي مسموح ان انا اعمل فيها كده وايه الحاجات اللي لا يمكن، ما ينفعش، لازم يكون في قرار صارم، وهنا القرار ده مش هيأثر على سلبيه الطفل على نفسيه الطفل بالسلب. القرار الصارم بيكون على حسب سن الطفل وخبراته، بمعنى لو في طفل، حضرتك الطفل في سن صغير لا يجيد التفكير، مراكز التفكير لم تكتمل عنده تحت 18 سنة، فبالتالي الطفل هو عنده 4 سنوات ممكن يعدي طريق كله سيارات وازدحام ومش مدرك ان هو كده متعرض للخطر. الطفل ممكن يلعب مع حيوان مفترس مش مدرك ان ده حيوان الطفل ده احنا بنضرب امثله، الطفل غير مدرك للابعاد. يعني اتدخل لو في بعد الشر مصيبه هتحصل، في خطوره، ولكن غير كده لازم يكون في ارشاد وتعلم. يعني انا دلوقتي الطفل ما يدرك الابعاد، الطفل يدرك ان هو في الدور العاشر ومش ما عندوش فرق بين الدور العاشر والدور الارضي، فبالتالي هنا الاهل لازم يكون في مراقبه، عشان كده بقول المراقبه والرقابه والارشاد. الارشاد ان انا بربي ولادي في سن معين بتدخل للمراقبه والرقابه والارشاد، ولكن بعد سن 18 و20 سنه ازاي اتدخل واختار شريك حياه ابني او بنتي؟ الا لو كان برضو في اطار المقبول مجتمعيا وانسانيا. بس ما يمنعش يا دكتور انه لو الاهالي مثلا لقوا طيب شريك الحياه ده يعني شخص مثلا غير مناسب اجتماعيا، غير مناسب مثلا طبعا، يعني لان احيانا الشباب بتحكم عاطفيا طبعا، ولكن انا بتكلم عن المنع في حاله ان شريك الحياه غير ملائم، غير ملائم ثقافيا وعلميا. لكن احنا بنرى بعض حالات زواج الابناء هو شراكات عائليه، امتداد لشركات البيزنس، امتداد لشركات واجهات اجتماعيه، اختيار لنوع التعليم عند الابناء. بعض الاهالي بتجبر ابنائها على نوع دراسه الطب مثلا، يكون الاب طبيب فابنه بيدرس طب، تكون الام طبعا ده غلط. فطبعا ده غلط وبينتج عنه ابن كاره للابوين، غير سوي، ابن كاره لسلطه الابوين، ابن عنده الرغبه في مجرد ما يتحقق له. يعني هو الموضوع ده يا دكتور رحاب الحقيقه يطول شرحه، فاحنا يعني طبعاً ان شاء الله نستضيف حضرتك قريب نتكلم فيه باستفاضه، لان فعلا كل قاعده ليها شواذها والموضوع محتاج يعني دراسه مننا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رحاب العوضي استاذ علم النفس السلوكي، يعني كل قاعده ليها شواذها طبعا، ولكن خلينا نقول ان في اهالي فعلا كتير بيعملوا ده
وبيسيطروا على اولادهم وبيفرضوا على اولادهم طبعا وجهات نظرهم. وبنشوف بقى احنا اولادهم على ارض الواقع بيتعاملوا معانا ازاي لما بيكبروا غير اسوياء، اشخاص مهزوزه، اشخاص ما عندهمش شخصيه، ما عندهاش شخصيه. فاحنا من هنا بنقول لك انت بتعمل كده في ابنك او انت بتعملي كده في بنتك، سيبيهم يتعلموا، سيبيهم يغلطوا، الغلط بيعلم، هي دي الخبره. صح. وهو ده الاكسبيرينس اللي احنا نتكلم عنه. صحيح. طيب احنا برضو محتاجين نعرف درجات الحراره اخبارها ايه النهارده، لان احنا سوينا، لان احنا يعني احنا انا عندي انا درجات حراره، محتاج اعرف درجه الحراره دي فين. هنروح نشوف درجات الحراره المتوقعه النهارده ونرجع لكم انا وياسمين مره تانية. رجعنا لكم مرة تانية، وطبعا بأن الأيام دي كده غريبة شوية، الخبر اللي معانا دلوقتي غريب وعجيب جدا. في طنطا نجح فريق طبي من المستشفى الجامعي في استخراج تليفون محمول أو موبايل من معدة مريض. حد ممكن يقولي دلوقتي هو بلع التليفون ده ازاي؟ أحب يعني أقول لك مش دي الحاجة الوحيدة اللي غريبة في الخبر، الأغرب أنه بلعه من 5 شهور، يعني زي ما حضرتك سمعت الراجل بلع التليفون ده من 5 شهور كاملة، ولما حس بوجع في بطنه، يعني ما عرفش ازاي ده كان هو بس الغريب انه حس بوجع في بطنه بعد 5 شهور، قرر ان هو بقى ايه يروح مستشفى يخرج التليفون. انا نفسي اعرف ازاي الراجل ده فضل التليفون في معدته كل الفترة دي، وازاي اصلا بلعه، وليه يعني ايه اللي دخل التليفون في بقى. بجد بجد انا ببلع فوق اللي هي بتبقى جوه السمك دي، انا بتعب جدا بقى وببقى حاسه ان انا لازم اتصرف، ولا لو حبايه مثلا طب واقعد افكر هل الشوكه دي بقى طب وضعينا ايه، طب لو هي نازله وقفت في الريق، عارفه انت الحاجات دي ازاي نبلع تليفون تليفون كامل متكامل ونقعد 5 شهور ما افكرش حتى ان انا اروح هو الخبر غريب يا جماعه اعذروني، يعني ما افكرش حتى ان انا اروح الا لما بطني وجعته اشوف يعني ايه اللي حصل. طيب المهم الخبر بيقول ان هو لما راح المستشفى قال لهم ان هو بلع التليفون بالغلط. المهم الفريق الطبي طبعا من المستشفى الجامعي في طنطا نجح في ان هو يستخرج التليفون من بطن العيان، والدكتور احمد غنيم عميد كليه الطب بجامعه طنطا ورئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعيه اعلن عن ده، وهو معانا دلوقتي عبر الزوم. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد على حضرتك والساده المشاهدين. صباح الورد على حضرتك، يعني اعذرنا صباح الورد على حضرتك اعذرنا، بس هو فعلا الخبر شويه غريب، يعني الراجل بلع التليفون بالغلط، هو ده دي غرابه، الغرابه الثانيه قعد 5 شهور من غير ما اشوف قصه التليفون ده ايه والتليفون ده في بطني، دي حاجه اغرب. فاحنا عايزين نسمع من حضرتك القصه كده باستفاضه الاول، بعدين نتكلم عن اللي حصل واستخرجت التليفون ازاي والكلام ده كله. هو طبعا يعني ساعات يعني هو طبعا الحقيقه بيجي كتير قوي جامعه طنطا، او الحاجات ان ساعات بيحصل ان المريض بيبلع حاجه مصادفه، عمله معدنيه، بطاريه لطفل، دبوس، حاجات من دي، لكن موبايل هو المريض هو اللي كان تعمد لاسباب خاصه ان هو عايز يعني يعدي من مكان ما بالموبايل، فهو بلع الموبايل. وبعدين هو الحقيقه لما جه المستشفى ما قالش لا ثواني يا دكتور يعني، عشان كده الموضوع مختلف تماما، احنا الخبر اللي عندنا بيقول ان الراجل بلع التليفون بالخطا، لا مش بالخطا، ده كان
تعمدا كان عايز يعدي بالموبايل فبلعه قاص. لا هو بس كان حاطه في بقه على اساس يفضل في بقه لحد ما يعدي من حاجه ما يعني، فراح بلعه. بالظبط بالظبط هو بلعه يعني، هنعتبره بالخطا او يعني هو بلعه طبعا. وهو لما فضل في المعده عنده هو خاف يقول، والموبايل فضل موجود في المعده حوالي 5 شهور فعلا. والمشكله ان الموبايل كان بيخش يقفل فتحه المعده ما بين المعده والاثنى عشر يعني، عشان ينزل في الامعاء وكده، وبعدين يرجع يسيب تاني لان الفتحه مش قادر تعدي الموبايل. وفضل الموبايل يتحرك جوه بطنه، حتى هو لما جه المستشفى عندنا كان بيشتكي من قيء شديد والام في البطن، ولكن هو حتى في التاريخ المرضي البدائي ما انكر تماما ان هو بلع موبايل. لكن لما اتعملوا الاشعات اللازمه وبان الجسم الغريب، فبدانا نتكلم معاه، والدكاتره الاطباء عندنا سالوه الوضع ايه والحكايه، ففعلا قال انا بلع موبايل. وكمان طلع ان هو حاول يخرج الموبايل ده في مكان ما يعني في مستشفى من المستشفيات، بس فشل الموضوع اخراجه لانه فعلا محتاج تقنيات معينه. طب هو كان متخيل ايه يا فندم؟ يعني هو كان متخيل ان الموبايل ده مثلا هيتهضم يعني، ولا كان متخيل ان هو هيقدر يعني يتقيأ ويخرجه؟ هو كان متخيل ان الموبايل ممكن ينزل يعني مع الاكل وكده، وهو يقدر يحصل على الموبايل ويستخدمه. فهي دي الفكره، ان هو كان عايز يعدي بالموبايل من مكان ما وهو في بطنه، وبعد كده يقدر يحصل عليه هو في ايده ويتحرك بيه طبعا ده فكره يعني يعني لازم اقول عليه محدود، والحمد لله ان ما حصلش كارثه اكبر من كده. اللي انا اعرفه ده ممكن يموت في يعني طبعا، لان هو ممكن الموبايل بالظبط كده، ممكن الموبايل كان يخش يسد حاجه او يبتدي يعمل زي قطع او انفجار في المعده او جزء من الامعاء، وده طبعا هيبقى فيه تلوث، خصوصا الموبايل كمان مش ملفوف. يمكن احنا حاجات قبل كده كانت بتتاخد كانت بتبقى ملفوفه ببلاستيك او حاجه، الموبايل ده فيه بطاريه وكان مشحون. طبعا حتى احنا لما طلعنا الموبايل لقينا الزراير بتاعته ممسوحه، كل دي كانت حاجات مواد موجوده على سطح الموبايل، جزء منها طبعا اتمسح نتيجه الهضم بتاع او العصاره بتاعه المعده. وان هو محظوظ ان الموبايل ما اتحركش من المعده ودخل في اماكن ثانيه، فهو حظ ان الموبايل كان عمال فلوتنج يعني، عمال يلعب جوه المعده ويسد حته ويطلع يعني مش قادر. طب يعني هو حالته ايه دلوقتي يا فندم؟ يعني بعد ما خرجت الموبايل هو سليم وطبيعي؟ هو لا، المريض سليم الحمد لله. وطبعا العمليه ديت محتاجه مهارات وتجهيزات معينه، وده موجود في مستشفيات جامعه طنطا. لان هو حجم الموبايل كبير، وطبعا عشان يطلع في فتحه ما بين المعده وما بين المريء، دي فتحه ضيقه لازم يطلع منها الموبايل بهدوء عشان حتى ما يحصلش اي ضرر للوضع التشخيصي ليها ووظيفتها. وبعد كده عند المنطقه بقى اللي هي من عند الزور وكده، ديت بتبقى برضو في فتحه ثانيه، ودي مهمه جدا مع التخدير يعني، محتاجه تقنيه معينه. وكمان اثناء العمليه بيبقى في دكاتره جراحين اللي هم بتوع الجهاز الهضمي، لان لا قدر الله لو الموبايل ده عمل اي مشكله ساعتها هنضطر نفتح البطن، وهتبقى عمليه ضخمه جدا. ان طبعا احنا واعتقد يعني انه كنا محتاجين كمان دكاتره نفسيين في العمليه دي يعني، شوفوا كده ازاي خدت بعد العمليه. اكيد بعد العمليه تقريبا يا دكتور خدت وقت قد ايه؟ خدت ساعه يعني بالمنظار، وطبعا يطلع من بق المريض بيقوم يتحرك عادي بعدها بنص ساعه، بس العمليه خدت ساعه عشان فعلا نقدر نطلع الموبايل بطريقه يعني، يبقى الموبايل يعني افقي بطريقه معينه ويتحرك مع كل ثنايات المريء والمسار بتاعه عشان ما يجرحش اي حاجه، وفي نفس الوقت يطلع من منطقه الزور والمريض كده زي يعني نفسه يعني هيبقى مقفول في الفتره دي. يعني هي محتاجه مهارات عاليه جدا، والحقيقه ديت يعني اللي انا اعرفه يا دكتور ان حضرتك تم اختيارك يعني في سنه 2024 كافضل دكتور بعد العمليه دي، فالطبيب المثالي من على مستوى نقيب اطباء الغربيه فبعد العمليه دي بالتحديد. فعايزه اتكلم هو يعني يمكن هو ده يعني طبعا تشريف ان اختياري من نقابه العامه الاطباء، النقيب العام الاطباء دكتور اسامه عبد الحي، ونقيب اطباء الغربيه الدكتور بهاء توفيق، اختياري كطبيب مثالي. وهم نادرا ما يعني بيختاروا حد من الاطباء بيكون متولي اي مسؤوليه، ولكن الحمد لله مش نتيجه جهد، هو جهد متكامل من كل اعضاء هيئه التدريس والاساتذه والدكاتره في كليه طب طنطا. فده يعني تشريف ليا من يكون النقابه بتاعتي تكرمني كطبيب مثالي فوق السن يعني فوق 15 سنه تخرج على مستوى الجمهوريه. هي دكتور يعني طبعا يعني وبعد عمليه زي دي يعني اقل حاجه لازم حضرتك تكرم يعني. بنشكر حضرتك طبعا على وجودك معانا، وشرفتنا دكتور احمد غنيم عميد كليه الطب بجامعه طنطا ورئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعيه. طبعا يعني كل التقدير للدكتور بعد اللي هو شايفه ده الحقيقي، هو طبعاً. هو والتيم بتاعه يعني، لان هو شافوش قليل يعني. وانقذوه طبعا. هل كان في سؤال
الحقيقه مش قادره ما اقولهوش على هوا، انت عارف الحاجات الفكاهيه دي بتاثر فيا كده. ولكن فاطمه اعداد فوداني بتقولي طب وحاله التليفون ايه؟ حاله التليفون زرار ومفتوحه، الدكتور ذكر. طب الراجل انقذتوه، التليفون انقذتوه برضه؟ الدكتور قال ان الزراير بتاعته ممسوحه وكان مشحون وكده، ممكن ننشفه ويبقى جاهز على طول. تخيلي احنا بنخاف نسيب الموبايل في العربيه مثلا، لاحسن يسيح ولا حرارته. خمس شهور، خمس شهور، خمس شهور. خمس شهور، انت متخيله؟ هو ده يترمي في الزباله، ده يترمي في الزباله. نبضات حيويه مفيش مخ طبعا. لا ده احنا الاثنين على فكره. طب نروح لخبر تاني بقى، يعني لطيف غريب بس لطيف بقى، مش زي اللي فات. الواحد دلوقتي لما بيطلب اي حاجه دليفري ممكن طبعا تاخد وقت لحد ما توصل، ولو سالتي اي حد، كلمتي اي ريستوران اي حاجه انت طالباها، يا جماعه الاوردر بتاعي متاخر، دايما الطياره عمل حادثه، ده طبيعي، الدليفري خبط مش عارف ايه وفي الطريق وقعت عليه شجره، عارفه الحاجات دي لازم دي الردود دايما، والاكل بيجي بارد والاوردرز بتتاخر والكلام ده كله. هم الناس في الصين بقى عملوا حاجه جديده ولذيذه جدا في مساله توصيل الطلبات، وخاصه لو اماكن بعيده وصعبه زي سور الصين العظيم يا ياسمين مثلا. شركه عملت خدمه توصيل الطلبات عبر طائرات درون. طائرات الدرون اللي حضرتك شايفينها دي عملوا انها توصل الاوردر، يعني تفتحي شباكك كده يكون الاوردر طاير. تستلم الاوردر بتاعي. انا مبسوطه، انا عايزه اعيش في الصين. انا قاعده جدا اروح الصين دلوقتي. فانا مش عارفه الموضوع شكله يعني لذيذ وسهل، فانت قولي لي بقى شايفه الاوردر جاي طبعا طيارة. يعني الموضوع يعني صعب طبعا، كتير جدا سور الصين العظيم، والموضوع مش سهل خالص. كمان الموضوع لقى اقبال كبير جدا من السياح اللي حبوا طبعا ان هم يجربوا فكره الدليفري بالدرون، وشايفين انها اسرع واسهل. انا قعدت افكر اتخيل كده، انا بشوف الخبر اني مثلا بطلب اوردر اكل من اي مطعم، بعدها بدقائق فتحت الشباك لقيت الطياره درون يعني طايره قدام الشباك كده، ود ايدي اخد الاوردر من الشباك برده يا سلمى وادخل اكل على طول. ده يعني ده فكر ما حصلش. وما تضطريش بقى يعني ما فيش بقى يعني انت اكشن مع اي حد على الباب او ما فيش الكلام ده، انت منك للطياره. بس برده خلي بالك هتتصلي طيارات ما شحنتش بطاريات الطياره، طياره اتاخرت عليا قوي الاكل بقى له 10 دقائق برضه، هي الطياره لقطت رادار يعني. بس هي فكره يعني هي فكره تحفه طبعا يعني. بصي اصل انت تخيلي كده، انت لسه قافله التليفون من خمس دقائق والاوردر على الشباك. اوكي ايه ده بقى؟ طب لو انا طالبه حاجه يعني اللي هو مثلا ايه، سوب شوربه يعني، طالبه حاجه هتوصل لي وضعها عامل ازاي؟ لا لا ما هي اكيد هتبقى احسن من طيار الدليفري، هو بياخد المطبات كده يعني. انت عارفه توصلي عامله ازاي؟ طب مدلوقه، ورقه متهالكه مدلوقه هشربها مفيش فايده. بس اعتقد وهي طايره هتكون احسن من ما تاخد مطبات وتاخد نقر ويمين وشمال وبتاع. فانا حاسه ان ده يعني هطلع لك مشكله في كل. بصي ما تعمليش حوار بقى، عايزين يعني امشي معايا في الموضوع. عيشي معايا اللحظه، امشي معايا في الموضوع، عيشي معايا. لا يا لحظه جميله صراحه، ليه عايزه تعملي مشاكل؟ اصل حاسه انها مش هتمشي بسلاسه كده. لا هتمشي بسلاسه بس نجربها. بس احنا لسه، اذا احنا بصي على الارض ومش فالحين، عارفه بس انا ممكن اللي يضايقني ايه، يقول لك طب الاوردر لسه بيجهز في المطبخ، هو لسه ما طلعش بالطياره يا فندم، فاهمه؟ فده يبقى ازمه اكبر، لان دايما برضو بيحصل لي. احنا صرفنا وجبنا طياره، مش عارف تسرع موضوع الاوردر شويه. حضرتك كده بقى صعب، اجي اعمله لنفسي. فطبعا يعني موضوع صعب جدا الحقيقه، ولكن نفسي اجربه يعني. اتمنى ان هو يبقى موجود عندنا، ومش عارفه لو بقى موجود عندنا الطيارات دي هتفضل موجوده ولا لا. في الغالب مفيش طيارات يعني، هو يستمر اسبوع بعد كده خلاص بالظبط. طب خلونا نروح لحاجه تانية. النهارده نجمنا المصري وفخر العرب محمد صلاح هيلعب فريقه في الجوله الثانيه للدوري الانجليزي. طبعا صلاح اتألق في الماتش الاول في الدوري وسجل هدف وصنع هدف تاني، بس السؤال اللي الجماهير كلها بتساله، هل صلاح هيكمل في ليفربول ولا ممكن يتنقل لفريق تاني، خاصه ان عقد صلاح هينتهي مع ليفربول صيف 2025 يا ياسمين؟ لحد اللحظه ما فيش حاجه مؤكده، رغم التقارير الكتير اللي صدرت من صحف عالميه بان التفاوض مع صلاح شغال، بس ما فيش اي حاجه رسمي لحد دلوقتي. وحتى تصريحات المدير الفني اللي قال انه بيعتمد على صلاح في مشروعه الفني، بس ما جاوبش على صلاح باقي في ليفربول ولا هيرحل لفريق تاني. وبقى زي سؤال كده المليون دولار كده، صلاح هيجدد ولا هيشوف نادي تاني؟ وهل النادي التاني في انجلترا ولا في دوري اخر يعني ومنافسه اخرى؟ تعالوا نحاول يعني نجمع بعض كده الاخبار عن محمد صلاح ومستقبله من دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي. صباح الورد على حضرتك. حضرتك معانا؟
فندم فندم سامعاني كويس؟ انا اه شكرا. سامعين حضرتك. صباح الورد. خلينا نعرف في البداية كده منك يا فندم، يعني صلاح في يناير يقدر يمضي لأي نادي؟ فهل ممكن نشوف يعني صلاح خارج ليفربول الموسم اللي جاي، ولا بيهتم أو بيهتم التوصل لاتفاق بين الطرفين على التجديد؟ طب جميل. طبعا هو صلاح خلاص العقد بتاعه ينتهي مع شهر 30/6/2025، يعني مع نهايه الموسم الحالي اللي هو بدا طبعا في الدوري الانجليزي، وبالتالي اي لاعب عقده بينتهي من حقه في قبلها بست شهور، يعني في شهر يناير الجاي، يوقع مجانا لاي نادي تاني على ان ينتقل للنادي الجديد ده في الموسم اللي بعد كده. فنادي ليفربول حاليا زي ما بيقولوا كده يعني محتارين، يعني محمد صلاح ما شاء الله عليه في القياسات البدنيه في فتره الاعداد كان رقم واحد في الفريق كله. المؤشر الثاني بالنسبه لليفربول ان محمد صلاح بدا الدوري بقوه، ان هو صنع هدف وسجل هدف، واصبح اكثر لاعب في التاريخ يسجل اهداف في المباريات الافتتاحيه في البريمير ليج، وكسر ارقام كبيره جدا جدا جدا. فليفربول عنده زي ما مش عنده هذا مشكله، ولكن ليفربول عنده بعض الضوابط، ان هو اللاعب اللي بيعدي 30 سنه يكون ممكن لو هيجددوا معاه بيكون مده قليله وبعقد اقل، لكن مع محمد صلاح مش هينفع نفس المؤشر ده يتم تطبيقه على محمد صلاح، لان محمد صلاح ما شاء الله عليه هو اللاعب رقم واحد في ليفربول ومحافظ على نفسه خلال الفترات الاخيره، واللي اداهم انديكيشن او انطباع اهم السنه دي محمد صلاح بدنيا ان هو اللاعب رقم واحد وفقا للقياس. اه احنا عايزين يا دكتور عثمان بقى نقف عند الحته دي شويه، لان ده شيء واضح ومرئي لينا كلنا، برغم ان احنا طبعا كل موسم نفس الجدل، هل صلاح هيكمل مع ليفربول ولا لا؟ هل التعاقد معاه هيستمر ولا هيروح لنادي تاني؟ ولكن السؤال هنا، السن بيكون عامل فارق في مساله التفاوض ما بين النادي واللاعب؟ حتى لو احنا زي ما حضرتك شفنا وحضرتك بتقول ان صلاح بدنيا يعني على اعلى مستوى، هي حسب النادي، يعني قلت احكي من شويه وبقول نادي ليفربول ليه بعض الضوابط اللي هو مشهور بيها خلال السنوات الاخيره. يعني الموضوع على فكره الموضوع ده مش جديد في ليفربول، فكره اللاعب اللي بيتعاقد رولز بيكون قليل جدا جدا ان هو يكمل في نادي ليفربول، ولو كمل بيكون بشروط يعني او بمقابل مادي اقل. لكن مع محمد صلاح ده متذكر وضع مختلف، محمد صلاح حضرتك متوقع ايه؟ لان احنا كل مره يعني بنحسم الجدل ده بان لا صلاح مش هيمشي، والحقيقه ان صلاح فعلا لسه لحد دلوقتي بينتمي لليفربول. هقول لك الرؤيه اللي موجوده حاليا، واضح ان ليفربول بيستعد لانتهاء حقبه محمد صلاح، عشان نتكلم بواقعيه، ولكن اللي بيعمله صلاح مع ليفربول سواء اللي حصل السيزون اللي فات او مع بدايه الموسم الجديد وان شاء الله يتاكد النهارده في الماتشات اللي جايه، نخليهم عندهم تغير شويه في الموضوع ده. يمكن ما فيش حد كان في البيت لحد دلوقتي، ولكن واضح ان بدا يبقى في رغبه متزايده او متناميه، ان جمهور ليفربول لن يقبل ان يرحل اهم لاعب في الفريق، وما فيش حد واضح هو لاعب واعد مثلا تعاقده معاه فهيقدر يغطي صحيح محمد صلاح، ده مش موجود. عايز اقول لحضرتك ان محمد صلاح بالهدف اللي سجله في الماتش اللي فات هو حاليا عاشر اكثر لاعب سجل اهداف في البريمير ليج، يعني في التوب 10، يعني اللاعب رقم 10 ب 158 هدف، ودي قايمه يعني تاريخيه، ان يعني يكون فيها محمد صلاح لاعب ليفربول والقايمه فيها لاعب واحد من ليفربول اللي هو روبي فاولر رقم 8، محمد صلاح يقتحم هذه القائمه بقى رقم 10. ده انا عايز اقول لك حاجه ثانيه اهم، صلاح 168، المركز التاسع جيرمان ديفو 162، المركز الثامن روبي فاولر لاعب ليفربول السابق 163، يعني نتكلم لصلاح على بعد 6 اهداف عشان يبقى رقم 8 في الاكثر تهديفا في البريمير ليج، فرقم كبير جدا جدا. صلاح ممكن ان شاء الله بمعدل تهديفي جيد زي اللي اتعودنا منه في اخر كام سنه ربما يصعد ويبقى المركز مش هقول الثامن، ممكن يوصل كمان للسادس خلال هذا الموسم لو مشي بمعدل تهديفي جيد، هيبقى انجاز تاريخي، واعتقد ده لو حصل يبقى من الصعب جدا ان ليفربول يفرط في خدمات محمد صلاح. اعتقد طبعا ياسمين ان ده هيحصل بالفعل، يعني طبعا احنا املنا في المو صلاح كبير طبعا، عالي دايما طموحاتنا كده بتبقى فيه، الاكسبكتيشنز بتاعتنا بتبقى عاليه. احنا الحقيقه بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، ودايما كده مو صلاح يعني رفع راسنا الحقيقه صحيح. دايما بنبقى فخورين بيه. طيب خلينا نروح لفاصل صغير ونرجع لكم مره ثانيه. طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، أو رجعت لحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، لأن ياسمين للأسف تعبت. احنا داخلين الحلقة اوريدي تعبانين، واضح أن في دور برد منتشر كده اليومين دول، ولكن أنا هكمل معاكم لآخر الحلقة، وأتمنى أن زميلتي ياسمين إن شاء الله تكمل معانا باقي الفقرات وتكون يعني بقت أحسن شوية. طيب
امبارح كانت ياسمين وندى في الحلقة بيتكلموا عن رحلة العمر اللي هي ممكن تكون في المستقبل للقمر أو للمريخ، وطبعا يعني هي كانت بتقول ان انا هروح معاهم وان في خبر قريته قلقها من السفر للفضاء، لان كان في 2 من رواد الفضاء كانوا رايحين المحطه الفضائيه الدوليه بمركبه او مركبه فضائيه تبع شركه بوينج، وكانت مهتمين انها يعني تنتهي في 8 ايام بس. بس فجاه المركبه الفضائيه دي حصل فيها عطل ومش هينفع يرجع الارض فيها تاني. فيعني تخيلوا كده معايا ناس مسافره بمركبه فضائيه والمركبه الفضائيه حصل فيها عطل، ده كابوس. يعني ده مش اوكي، دي قصه، دي حدوته تخوف. فهي قبل ما تعرف الخبر ده كانت بتقولي ان انا اروح معاهم، فالحمد لله ان انا قريت خبر زي ده، لان ده يخلي الواحد يعيد النظر في المواضيع مره واثنين وثلاثه. طب احنا محتاجين نفهم ايه القصه دي من الاستاذه الدكتوره غاده السمان، معانا دلوقتي على زوم. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد، صباح الفل، اخباركم ايه؟ صباح الخير. الفل على حضرتك، معاك سلمى على الهوا. زي ما قلت لحضرتك بس ياسمين يعني هترجع تاني كمان شويه ولكن هي تعبانه شويه. خلينا بقى نرجع لموضوع المركبه الفضائيه اللي عطلت على الهوا او عطلت في الهوا. فازاي الناس تبقى مسافره بمركبه فضائيه ويحدث ده، وايه الحل بقى؟ هل هنبعت لهم ناس ولا هيستنوا والناس هياخدوا وقت قد ايه، ولا ايه القصه دي؟ يعني رحلتهم كانت 8 ايام اللي انا اعرفه، وفجاه هتتحول ل 8 شهور. طبعا دي حاجه يعني صعب جدا، والحقيقه اكيد هم يعني بيبقى في متابعه دايما من القياده في الارض مع رواد الفضاء، لكن انا عايزه اقول ان احنا بنبص للامر من وجهه نظرنا احنا ك يعني كناس عاديين. طبعا رواد الفضاء قبل ما بيروحوا لاي يعني بيطلعوا اي رحله بيبقى لهم تدريبات طويله جدا، اعدادات طويله جدا، منها الاعدادات النفسيه طبعا. الاعدادات النفسيه لاي عموما حتى بدون حدوث اي تغير في خطه الرحله بيبقى في اعداد نفسي، لان هم بيبقوا في كبسوله ضيقه، مكان ضيق. انا اوريدي بقى على سيره الاعدادات النفسيه، يعني مختلفه، حياه مختلفه، بيبقى ممكن بيتعرضوا مثلا الضغط الجوي مختلف عن الضغط الطبيعي. طبعا العوامل الطبيعيه كلها مختلفه تماما، بيتمرنوا عليها وبيتدربوا عليها، بيتدربوا على مواجهه القلق، مواجهه التوتر، بيتدربوا على ده قبل ما يطلعوا للفضاء. فلما بيحصل حاجه زي كده بيبقى في متابعه من القياده ليهم، بيبقى في تدريب على ازاي اجراءات التنفس، ازاي اجراءات مواجهه القلق، ان هم حتى يرصدوا هم نفسهم القلق بتاعهم من قبل ما او من بداياته، بحيث ان هم يتعاملوا معاه وكان هم كل واحد فيهم معالج نفسي لنفسه. طب يا دكتور عشان حضرتك اخصائيه نفسيه يعني مش عارفه يا جماعه الدكتور سامعيني ولا اعتقد مش شويه ان هم يقعدوا. دكتور غاده هيك سامعيني؟ في ديلي اكيد في الصوت. فيعني حضرتك اخصائيه نفسيه، فانا عايزه يعني الشق الاهم واحنا بنتكلم دلوقتي، انا نفسي هو واحده بعيده خالص بقرا الخبر من بعيد، اتخنقت، ناس 8 ايام هيقعدوا 8 شهور في كبسوله زي دي، فازاي ممكن يتم التعامل مع حالتهم النفسيه من خلال متخصصين على الارض كمان، يعني حتى مش قريبين منهم؟ فالموضوع ده موضوع صعب بجد. اكيد هما بيتدربوا، عشان كده بقول لحضرتك هما بيتدربوا على ان هما يعني ايه يتعاملوا مع حالات القلق. في تدريبات تنفس بتتعمل، في توكيدات بيتعلموا ان هما يقولوها لنفسهم، زي ما احنا بنتعامل مع مريض القلق بس عن طريق معالج لما بيجي العياده مثلا النفسيه او كده. هما بيبقوا متدربين ان كل واحد فيهم يبقى معالج لنفسه ومعالج لزميله لو كان معاه حد، بيتعلموا تدريبات تنفس، بيتعلموا توكيدات ايجابيه يقولوها لنفسهم، بيبقى في اكيد بعض الادويه المهدئه للاستخدام عند الحاجه، يعني بيبقى في اعداد نفسي من جميع النواحي لكل واحد فيهم بحيث ان هو يقدر يعتمد على نفسه. احنا بنقيس على نفسنا ان احنا ممكن لو مثلا يعني في اسانسير وتعطل او حاجه زي كده بنبتدي نحس بالاختناق، بنبتدي نحس بالتوتر، لان احنا دي يعني اعتقد قدره احتمال الشخص العادي ربع ساعه مثلا نواجهها.
لكن هم اثناء التدريب على الارض بيبقوا بيتدربوا على ده، بيتدربوا على ان هم يقعدوا في الكبسوله اكتر صحيح. وقت ممكن، بيتدربوا على ان هم يتحطوا تحت ضغط لفترات طويله وازاي يعني. طمنتينا عليهم، طمنتينا عليهم الاستاذه غاده السمان الاخصائي النفسي، طمنتينا عليهم، وان شاء الله يعني يرجعوا الى ارض الوطن سالمين وتعدي على خير. انا بشكرك، بشكرك شكرا جزيلا. يعني زي ما كنت بقول كده قبل الزوم ده، هي فعلا حدوته تخوف. يعني زي ما الدكتور قالت كده، الواحد لو اتحبس في الاسانسير شويه بتجيله حاله رعب. يعني اعتقد قدره احتمال اي شخص ممكن ما تتعداش الساعه، ولكن ناس رحلتهم كانت 8 ايام تبقى 8 شهور في كبسوله، ده شيء صعب جدا. فاتمنى الاخبار الجايه عنهم تكون خير، واتمنى ان هم يرجعوا زي ما قلت سالمين غانمين. هنخرج بقى الفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وأيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 اللي بتشارك فيها مصر بعثة من خيرة الشباب والأبطال اللي منتظرينهم يحققوا ميداليات كتير، وبندعي لهم بالذهب. عشان كده عايزين نعرف أكتر عن استعدادات البعثة المصرية لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو دكتور احمد ادم نائب رئيس اللجنه البارالمبيه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الفل يا فندم. صباح الفل على حضرتك. محتاجين في البدايه كده نتكلم عن البعثه المصريه، عن عددنا قد ايه، ايه اهم الالعاب اللي احنا مشاركين بيها السنه دي، محتاجين تفاصيل اللي هي يعني الهيد لاينز بتاعت البعثه، بعدين نتكلم بقى باستفاضه. بسم الله الرحمن الرحيم. البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس يمكن سافرت هتسافر أو سافرت على ثلاث أفواج. الفوج الأول سافر يوم 18، الفوج الثاني سافر يوم 21، الفوج الثالث هيسافر بكرة إن شاء الله، وبكده تكتمل البعثة المصرية المشاركة في الدورة. البعثة الحمد لله بتضم حوالي 54 لاعب ولاعبة، وده يعتبر أكبر عدد من اللاعبين اللي بيشاركوا في الدورات. يعني البعثة السنة دي أنا اللي أعرفه إن هي الأكبر في أفريقيا، هي الأكبر في عدد اللاعبين المشاركين صحيح. في تاريخ المشاركات المصرية. يمكن البداية كانت في 72 بلاعب واحد في ألعاب القوى، النهاردة بنشارك ب 54 لاعب ولاعبة في دورة باريس 2024، وبنشارك كمان ب 10 ألعاب اللي هي السباحة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، التجديف، التايكوندو، البوتشا، كرة. ثواني بقى، عشان البوتشا دي أول مرة تخش معانا السنة دي في الألعاب البارالمبية، عايزين نتكلم عنها برضو شوية، لأن يمكن ناس كتيرة ما تعرفش إيه لعبة البوتشا دي أصلا، وإيه نوعية الناس اللي بتلعبها، الناس اللي عندهم شلل دماغي والكلام ده كله، فريت نشرحها برضو عشان الناس تاخد معلومة مفيدة. لعبة البوتشا هي إحدى لعبتين تم اختراعها للأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن كل الألعاب الرياضية اللي بيمارسها الأشخاص ذوي الإعاقة هي ألعاب معدلة بيمارسها الأصحاء، الا لعبتين، لعبه اسمها كره الهدف للمكفوفين، ولعبه اسمها البوتشا للشلل الدماغي. لعبه البوتشا دي يمكن اتعرفت في دوره الالعاب البار اولمبيه 1994 اللي هي اقيمت في نيويورك بمشاركه 5 دول، كانت مشاركه امريكا وبلجيكا وكندا والبرتغال. ده بدايتها، لكن لما دخلت مصر دخلناها في 2018 من خلال الاتحاد المصري لرياضه اللاعبين ذو الشلل الدماغي. اللعبه دي عباره عن ملعب 12 متر في 6، في مستطيل موجود في نهايه الملعب او مع بدايه الملعب بيقف فيه اللاعبين، كل لاعب معاه 6 كور بيبقى لونها احمر ولون ازرق، وفي جاك موجود في الارض بيحاول اللاعب ان هو يصوب الكره ناحيه الجاك اللي موجود. يمكن المفارقه ان اللعبه دي بتتحدى قدرات اللاعب، لان اللعبه دي بتعتمد على الدقه، بتعتمد على القوه، بتعتمد على التركيز، ومن الشلل الدماغي يمكن في نوع من انواع او اللي بيمارسها هم الاشخاص اللي عندهم ضعف في الاطراف الاربعه، وهي بتتلعب بكذا طريقه، اما بتتلعب بالايد او بالرجل او بالراس. يعني ده هي اللعبه معموله مخصوص عشان تتحدى نوع المشكله اللي عند الفرد، مش عايزين نقول اعاقه ولا حاجه، نوع المشكله اللي عند الشخص ده هي اللعبه بتتحداها اصلا. يمكن حضرتك اكيد شفت الفيلم الجميل فوي فوي فوي،
كانوا لعيبة كرة قدم ولكن ما بيشوفوش بعنيهم. فأنا عايزة أعرف هل ده، أنا لما شفت الفيلم أعذرني ما كنتش أعرف إن ده موجود على أرض الواقع، ولحد النهاردة ما عنديش معلومة أكيدة على فكرة، ولكن هل النوعية دي من اللاعبين واللعبة دي بالتحديد كرة قدم بتتلعب فعلا وبيبقى فيها أولمبياد بالشكل ده وبيبقى ليها مراكز بالشكل ده وموجودة وموجود عندنا لاعبين يعني كففة ولكن بيلعبوا كرة قدم؟ كرة القدم للمكفوفين هي أحد الألعاب اللي بيشرف عليها الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، وهي فعلا موجودة وبتمارس، ويمكن في مصر موجودة من قد إيه تقريبا يا فندم؟ لا موجودة من، بص يا فندم، كل الألعاب دي اتوجدت بعد الحرب العالمية الثانية على مستوى العالم، لكن دخولها مصر اتأخر. يمكن كرة القدم للمكفوفين دخلت مصر من حوالي 10 سنين. احنا شاركنا في بطولات في أفريقيا من عشر سنين بس، وده لما تواجد الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين. احنا في الأول كانت اللجنة البار أولمبية المصرية، وهي أحد اللجان العريقة على مستوى العالم، كانت بتشرف على كل الألعاب الخاصة برياضات الأشخاص ذوي الإعاقة. بعد 2016 وطبقا للتوجهات الدولية للجنة البار أولمبية الدولية، قال أن أي اتحاد، أي لعبة لها اتحاد دولي على المستوى الدولي لابد أن يكون لها اتحاد وطني. فتم انفصال بعض الألعاب، يمكن اتحاد المكفوفين واتحاد الذهني انفصل عن اللجنة البار أولمبية قبل 2016 وتحديدا 2015. بعد كده بدأت تتكون اتحادات بار أولمبية ولجان بار أولمبية داخل اللجان الأولمبية للإشراف على الرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. لما أنشأت الاتحادات دي بدأت تهتم بالألعاب اللي بيتم ممارستها على المستوى الدولي، منها اتحاد المكفوفين دخل الجودو، دخل رفع الأثقال، دخل كرة القدم للمكفوفين. كانت موجودة لعبة واحدة بيمارسها المكفوفين وهي كرة الهدف أو كرة الجرس اللي هي بتتلعب بالإيد، ثلاث لعيبة فقط لا غير. كانت دي لعبة الكرة الوحيدة اللي بيلعبها المكفوفين داخل مصر. داخل مصر يا فندم. مع إشهار الاتحاد المصري للمكفوفين بدأت ألعاب جديدة تدخل، بدأت فرص كتيرة تبقى متاحة قدام مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، من أصحاب الإعاقة البصرية، إنهم يمارسوا الألعاب اللي يحبوها واللي تتناسب مع قدراتهم سواء البدنية أو المهارية أو الوظيفية. طب إحنا كده بنتكلم عن عدد وفير جدا من الألعاب، يمكن تكاد تكون كل الألعاب الرياضية خلاص موجودة دلوقتي في الدورات البارالمبية. فإيه الألعاب اللي حضرتك متوقع إن احنا نطلع بيها ميداليات السنة دي إن شاء الله؟ هو كالعادة رفع الأثقال بتأتي في المرتبة الأولى، لأن هي دايما يعني مليئة بالنجوم اللي هم معروفين على المستوى الدولي، زي شريف عثمان، زي رحاب رضوان، زي نادية فكري، زي هاني عبد الفتاح. دولت لهم باع طويل في الدورات البار أولمبية، يمكن دي المشاركة الرابعة أو الخامسة ليهم خلال تاريخهم البار أولمبي، وأصحاب أرقام وأصحاب ميداليات معروفة على المستوى الدولي. ده بالنسبة لرفع الأثقال. يعني رحاب رضوان وعلي الزيني تم اختيارهم لرفع علم مصر، يعني طالما حضرتك ذكرت اسمهم فإحنا لازم نديهم حقهم. يعني وانا دايما الاختيار ده تم بناء على ايه؟ بص يا فندم، احنا لما بنيجي في اللجنه البار الاولمبيه كمجلس اداره بنحاول نختار حاجه في ضوء معايير معينه. رحاب رضوان هي زي ما بيقولوا كده هو امل او مستقبل رياضه رفع الاثقال في مصر الفتره اللي جايه. هي حققت ميداليتين في ريو دي جانيرو وفي طوكيو، وان شاء الله نامل باذن الله تعالى انها تحقق الميداليه الذهبيه، فده تشجيع ليها وتحفيز ليها. اما بالنسبه لعلي الزيني، فعلي الزيني هو احد ابطال القوات المسلحه اللي فقد ساقه في احد العمليات مكافحه الارهاب في سيناء، فده بنعتبره ان احنا بنكرم قواتنا المسلحه. بطل علي الزيني طبعا. فاحنا بنكرم قواتنا المسلحه في شخص علي الزيني، وبنقول له ده جزء من حاجات كتيره انتوا قدمتوها، فاحنا بنحاول دايما نكون منصفين وشاكرين لاي حد يعمل اي حاجه لمصر كبلد او كوطن. طب يعني التحدي طبعا بيكون للاشخاص في الدورات البارالمبية أصعب بكتير من الدورات العادية. فأنا عارفة أن حضراتكم بتعملوا معسكرات عشان تدربوا اللعيبة. المعسكرات دي بيتم فيها إيه؟ الشق النفسي أخباره إيه فيه؟ هل ليه وجود على أرض الواقع؟ أصل أكيد يعني الأبطال اللي أنا بشوفهم دايماً على وبنعرض صورهم دلوقتي على السكرين، أنا متأكدة أن وراهم قصص وقصص وقصص عشان نوصل لهنا، نوصل للنجاح ده. دي حاجة مش سهلة أبداً.
مش سهل ابدا انك تبقى بطل في لعبه وانت عندك، يعني انا مش بحب اقول كده، ولكن عندك نوع من انواع الاعاقه، حاجه يعني بتعوق طريقك، فانك توصل وتبقى بطل وتتحدى نفسك وتتحدى اللعبه وتختار لعبه صعبه زي ما قلنا لعبه الشلل الدماغي دي لعبه بتلعب على صعوبه المشكله اللي عندي. مزبوط. فده شيء يعني صعب جدا وفي نفس الوقت عظيم جدا. نوعيه التدريبات اللي حضراتكم بتدربوها للعيبه بتبقى عامله ازاي؟ لازم نشير هنا لحاجه مهمه جدا. ان التعامل مع ابطالنا من ذوي الاعاقه بيبقى في المقام الاول تعامل نفسي. علشان كده فطنت اللجنة البار أولمبية المصرية للموضوع ده وبدأت تعتمد على المعدين النفسيين في إعداد الفرق المختلفة واللاعبين المختلفة في مختلف الألعاب اللي تم تأهلهم لباريس 2024. المعالج النفسي أو المعد النفسي اللي بيبقى متواجد بيلعب على حاجات معينة عند البطل، بيحاول دايما يضعه في الطريق الصحيح، بيحاول دايما يحفزه يشجعه، يقول له انت ما تختلفش عن الاخرين، ولكن انت محتاج انك انت تركز، محتاج انك انت تحس انك انت ليك، انك انت رقم في عدد وليك قيمه، ما بقتش كم مهمل، لا انت بقيت انسان هيتوقف عليك نجاح منظومه باكملها. فبالتالي احنا اهتمينا بالموضوع ده، ويمكن حضرتك اشرت لحاجه حلوه قوي، احنا اول مجلس إدارة على مستوى الرياضة المصرية، مجلس إدارة لجنة بار أولمبية، يهتم بوجود ثلاث معدين نفسيين مع البعثة في باريس، ودي بتحصل لأول مرة سواء على المستوى الأولمبي أو المستوى البار أولمبي. يعني أنا أعتقد يا دكتور أحمد أن يعني حتى الأشخاص الكويسين والأصحاء وكده كل الناس محتاجة يعني دعم نفسي في ظل الظروف اللي بيعيشها كل الناس في العالم، ده شيء حقيقي. أكيد. يعني واللي ما عندوش خبرة أو وعي بالطب النفسي أو الاهتمام بالنفسية إنها تكون نفسية صحية، دي مشكلة كبيرة جدا. ولكن أنا دون ذكر أسماء برضو شخص يعني كان بيتعامل مع حالات زي دي وشخص ذو مكانة، فقال لي كلمة أنا مش قادرة أنساها، قال لي سلمى أنت مش فاهمة الأشخاص دي، يعني فاقد الشيء بيدي كل شيء وعنده أحسن وأكتر مني ومنك ومن عشرة زينا. فالحقيقه بجد انا وقفت عند الكلمه دي شويه، واللي هو بقول لنفسي هل البني ادم لازم يتقرص ودنه؟ يعني لازم يتاخد منه حاجه عشان يعرف انه عنده وانه يقدر وانه يدي وانه ينجح؟ فبيقولي حتى الشق النفسي عند الناس دي اسهل بكتير من البني ادم اللي انت شايفاه سليم وكامل ومتكامل، هو مش سليم ولا كامل ومتكامل. تخيلي بقى ان الشخص ده هو اللي سليم وكامل ومتكامل، فهيك كنت موجود بقى على ارض الواقع، انا سمعت من بعيد. فالعملية دي عاملة ازاي من جوه؟ هو اللي كمان لله سبحانه وتعالى، ولكن زي ما قلت حضرتك يمكن المعد النفسي ده بيبحث عن القدرات الكامنة داخل الإنسان. الشخص اللي عنده إعاقة الشخص ده بنحاول نخرجه من الحالة اللي هو بيبقى فيها لحالة تانية إيجابية، يعني من الحالة السلبية الدفع عنده بيبقى أكبر من أي شخص تاني، الدفع أكبر، عايز يثبت وجوده، عايز يثبت وجوده، وهو عنده قوة كامنة جواه. هو كل اللي احنا بنلعب عليه يعني بلغة الرياضة إن احنا بنحاول نحفزه، نحاول نقول له أنت ليه حاسس انك انت اقل من غيرك، لا انت زيهم وتقدر توصل لمكانه، تبقى مكانه كبيره جدا جدا لانك انت عندك القدرات دي. هم عندهم نوع من انواع التحدي، بيتحدوا نفسهم، وده افضل شيء انك انت تتحدي نفسك عشان توصلي لافضل مكانه او افضل وضع انت تقدر توصليه في ظل القدرات اللي موجوده عندك. واحنا بنحاول دايما نشتغل على ده سواء في الاعداد البدني او المهاري او النفسي مع اللاعبين ذوي الاعاقه. وخلينا نقول ان الاعداد النفسي زي ما حضرتك قلت كده مش قصر على اللاعبين ذوي الاعاقه فقط، لا ده المفروض انه هو يبقى موجود مع اللاعبين كلها، لانه بيخرجوا من حاله زي ما بنقول ايه ان هو بيبقى مضغوط عنده ضغط، لانك انت لما بتروح تلعب مسابقات دوليه بيبقى في ضغوط كتيره، ضغوط خاصه بيك انت كبطل عايز يحقق ميداليه وعايز يوصل لمكانه هو حط هدف ليه. صحيح. وضغوط خاصه بالجمهور اللي موجود بره، وضغوط خاصه بالاجهزه الفنيه، وضغوط خاصه بمجلس الاداره. كميه ضغوط يا دكتور كبيره جدا. كميه ضغوط اتقالت دلوقتي ضغطتني انا شخصيا والله، عشان كده بقول عليك يعني بجد الصحه النفسيه شيء مهم جدا جدا لكل الناس. طيب احنا شايفين ان فعلا اللعيبه على ارض الواقع
رافعين راسنا زي ما بنقول. فحيت منتظر بقى هنشوف ان شاء الله ميداليات ذهبيه من لعيبه ايه. انا بتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا، وزي ما عودنا الشعب المصري ان احنا بنرجع بعدد من الميداليات، ان احنا نرجع بعدد ما يقلش عن 7 ميداليات وان شاء الله يزيدوا باذن الله تعالى. في العاب ايه؟ رفع الأثقال طبعا، العاب القوى ان شاء الله، التايكوندو عندنا البطله سلمى برضو من الابطال الواعدين في المجال، وان شاء الله خير يعني احنا ان شاء الله هيشرفونا زي ما بيشرفونا على طول. هيك شرفتنا ونورتنا النهارده دكتور احمد ادم نائب رئيس اللجنه البارالمبيه، صباحك صباح الورد، وان شاء الله يرجعوا لنا ب 70 ميداليه ذهبيه مش 7 بس. بشكرك وصباحك صباح الورد. شكرا يا فندم، الف شكر. ساده مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لتاني فقراتنا النهارده، ما تروحوش في حته. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وطبعا بعد انتهاء المرحلة التانية من تنسيق الثانوية العامة بيستعد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق واختيار الكليات المناسبة لمجموعهم، وكمان اللي ليها فرص عمل كويسة ومطلوبة في سوق العمل اليومين دول. عشان كده عايزين نتكلم اكتر عن ازاي طلاب المرحلة الثالثة يقدروا يختاروا فرصتهم في الكليات اللي تناسبهم في سوق العمل، زي ما اتفقنا مع ضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور طلعت عبد الحميد الاستاذ بقسم اصول التربية بجامعة عين شمس. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الورد. صباح الفل على حضرتك. يمكن احنا يعني في مرحلة كريتيكال زي ما بيقولوا، مرحلة صعبة جدا، والطلاب دلوقتي يعني قاعدين على اعصابهم، وخلصنا خلاص كده المرحلة الأولى والتانية، وفي طلاب جات لهم كليات عكس طموحاتهم أو عكس الرغبات اللي مالوها في الاستمارات. هنا بقى يعني عايزين نديهم نظرة أمل كده ونقول لهم إزاي يتعاملوا مع الوضع، إيه الحل في القصة دي؟ ده بيحصل، ناس كتيرة بتحط رغبات ولكن ما بتبقاش لأماكن وأعداد ومجاميع وقصص كتيرة يطول شرحها، ولكن بتجيلي كلية تانية غير رغبتي الأولى أو التانية أو التالتة. الحل هنا للطالب ايه؟ يعمل ايه؟ يتأقلم مع الكلية اللي جاية له دي ازاي؟ هو في البداية ان احنا ما علمناش الولاد انهم يختاروا. وده تربية منذ الطفولة. يعني ممكن انا اعلمه نلعب ايه؟ ناكل ايه النهاردة؟ نروح نتفسح فين؟ وهكذا. ده من الطفولة. فاحنا ما علمناهمش الاختيار، وانه كل اختيار ليه يعني زي ما بنقول سايد افكت، وليه اثار جانبيه وليه نتائج وليه تبعات. علينا ان احنا بنعلم ولادنا، اما نيجي نقول له انا اكل كذا، بس ده هيفيدنا في كذا، بس ممكن يضر في كذا. هنا انت بتعلميه من البدايه طبعا انه الاختيار ما هواش مساله يعني اعتباطية، يعني لا، دي المفروض مسألة احنا بندرب ولادنا عليها. ده من اول ما هيلعب، من اول ما هياكل. هنا بعد كده هيختار بقى الـ 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 الكلية ولا المعهد اللي هو هيدخل. طب اختار يا دكتور والاختيار كان غير موفق، او يعني الحظ ما حلفناش، وعندنا لازم يكون خطه بديله عشان نقدر نتعايش نتاقلم ازاي؟ يعني هو بس في البدايه نفهمه انه مجموعك نتيجه مجهودك اللي كان قليل هو اللي حطك. لا احنا كده بنعذبه يا دكتور. لا احنا كده بنعذبه، مش دي الاجابه اللي انا مستنياها خالص الحقيقه. انا عايزه بقى لا يعني نعلي الروح المعنويه. لا هو نقول له المساله انه يعني كان عندنا أستاذ الله يرحمه أستاذ تحليل نفسي، وهو علم أساتذة كتير في التحليل النفسي، اسمه صلاح مخيمر. فكان يقول بتاع فول ناجح أحسن من طبيب فاشل. حلو بقى، هو ده الكلام اللي أنا مستنيه. يعني هي المسألة أنتوا يعني ما احنا برضو نفهم الولاد أنت عايش ليه؟ وأنت عايز تبقى إيه؟ طب نعمل ايه؟
طب ايه الاجراءات اللي نعملها؟ انا نفسي بس نفسي حاجه واحده، يعني مش بس في قصه التعليم، نفسي ما نقفش عند كل حاجه ونحض دماغنا ونقول ان دي نهايه العالم ونهايه الدنيا. بالعكس، دايما بشوف اشخاص حقيقي حياتهم بتتدمر، والله العظيم ده مش كلام يا جماعه، كلمتين من قلبي، يعني حياتهم بتتدمر عشان هو حط نفسه قدام حيطه مش عايز يتحرك. هو شايف ان العالم انتهى، انا اتدمرت، انا انتهيت، انا طموحاتي، انا امالي، انا فانتهينا. فدايما دايما يقول لك حتى الجماعه الاجانب بتحرج، انت مش شجره. فزي ما الدكتور قال، انا ليه قلت له دلوقتي انا فرحانه قوي بالكلام ده؟ لو بيع فول ابرك واشطر واحسن مش عارفه مين، وناجح ناجح، اتحرك، فكر، دور، عمل. فبليز يا جماعه، اي حد دلوقتي ما وصلش للمجموع اللي هو عايزه، ما ذاكرش يا دكتور زي ما حضرتك عايز تأنب ضميرهم شويه بس تمام، ما دخلش الجامعه اللي هو عايزها، لا بس لسه الحياه قدامك كتير والفرص اكتر. فكر، دور، اشتغل على نفسك، اتحرك، انت مش شجر. هو برضو يعني مش هنحمل الولاد كل المسؤوليه. ايوه، يعني كنا دايما نقول لايك فازر لايك صن، يعني الولد سر ابي، يعني زي ما انت علمته هيعمل، زي ما انت قلت له اختيارات معينه هيتعود على الكلام ده. انت لو عودته انه في حاجه اسمها توقع، مش مجرد كل حاجه في الدنيا والتعليم بتاعنا الجميل في خطب التذكر بديلة. صحيح، لا يعني انت لما تيجي تقول لي مش هذاكر، طب خلاص عليك انك تتوقع لما تيجي تختار كليتك هيبقى مجموعك قليل، هتبقى في مشكله هنا. صحيح. مش بتكلم على اختيار كليه، انا بتكلم على اسلوب حياه. اسلوب حياتنا يعني نستغل اي حاجه زي كده بحيث انه برضو نعلم الولاد بتاعنا. طب احنا بقى على سيره الاستغلال، احنا دلوقتي عندنا سوق عمل مختلف تماما، وبقى لنا فتره بنحاول نوعي اولياء الامور والطلاب ان يا جماعه في كليات دلوقتي اسمها كليات تكنولوجيا، الكليات دي مطلوبه جدا، البرمجه بقى والاي تي والكمبيوترز والذكاء الاصطناعي والقصص دي، هو ده اللي جاي. لسه لحد النهارده الناس بالنسبه لهم كليات قمه، طب، هندسه، الكلام ده كله، ولسه برضو واقفين عند الحيطه مش عايزين يتحركوا من عندها. فاحنا عايزين نوعي دلوقتي الناس ان كليات القمه مش بس الكليات اللي انا قلت عليها، ولكن في كليات تانية سوق العمل بيتطلبها. هو الحقيقه حكايه سوق العمل يعني دايما نقولها حتى في بعض المؤتمرات، ودايما انا بنفعل في المساله، يا اخوانا سوق العمل ليس ثابت. صحيح، سوق العمل متغير طبعا. وبعدين لما تيجي تقول لي انا عايز اعمل تعليم على قد سوق العمل، طب سوق العمل اتغير، نقفل الجامعات، ما هو محمد علي عمل كده. محمد علي لما فتح مدارس وعشان يعمل مشاريع، لما اتضرب المشروع بتاعه المشاريع قفلت، فالمدارس قفلت. انتوا هنا بتتكلموا في ايه؟ لا، التعليم ملوش علاقه. هي كده بتطلب مننا ان احنا نجهز طلاب متعدده القدرات عشان نبقى ستاند باي. طب ازاي نعمل ده بقى؟ ازاي نعمل ده من اول اولى ابتدائي؟ يعني انا مره حد من الوزراء يعني كنا نعرف بعض فاتعين، فبيقول لي بعت لي حد كان احدى الجرايد يعني، تطلب ايه منه؟ قلت له بص، هما حاجتين، الاولانيه هو مش هينفذها لانه غير متخصص فيستقيل، فمش هيرضى يستقيل. انما الثانيه هات لي اولى ابتدائي، علمني اولى ابتدائي. احنا اولى ابتدائي بتاعتنا في المدارس الحكوميه المصريه اتعلمنا، مش عايز اقول لك كانوا بيعلمونا ايه، تربيه رياضيه، تربيه موسيقيه، تربيه فنيه، لانه انت بتتكلمي في عمر، لابد انك لما تيجي تقدمي حاجه للطفل حسب المستوى العمري بتاعه طبعا، وحسب ادراكه واستقباله طبعا ومستوى النمو بتاعه. يعني مش اي حد يتقبل اي حاجه طبعا. انتوا لسه كنتوا بتتكلموا عن الناس اللي هم يعني ذوي الهمم يعني. صحيح. فانتوا لا، احنا مختلفين، ربنا خلقنا مختلفين. طب حضرتك شايف دلوقتي، عشان بس امسك معاك نقطه نقطه، حضرتك قلت لي هنرجع لاولى ابتدائي. ايوه. حضرتك شايف اولى ابتدائي على زمانكم، ايه الفرق على زمانكم؟ لا، في زماننا احنا اولا المدرسه عشان نروحها يعني فرح. كنا بنبقى فرحانين. ليه؟ لانه مكان
بينافس بالفعل أن التعليم له بهجة، وبهجة التعلم حلاقيها في المدرسة. والله ده كلام يحترم والله. وإنه إنه وكنا ملتصقين بالمدرسين بتوعنا. يعني أنا كنت قريب قوي في 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 حلقة يعني كده، وبعدين بتكلم والله الأستاذ بشرة كان على طول في أوضة التربية الفنية مش عارف بيعمل لنا إيه، الأستاذ حامد كان بيخلينا في المواد. أنا بتكلم في ابتدائي. أنا بس عايز أقول حاجة، أنا توقعت الإجابة بتاعت حضرتك هتبقى فلان ومش عارف إيه والمنهج، ولكن إجابة حضرتك الحقيقة كانت مثالية. حيك مسكت نفسية الطفل، ما هو ده مسكت إن بهجة، إنه يبقى مبسوط، إن مدرس يبقى قريب منه. عشان كده بقول لحضرتك ده كلام يحترم. إحنا يعني مش دايما المشاكل بتبقى في الورقة والقلم، يعني ساعات كتير المشاكل بتبقى فينا إحنا كأشخاص، واحنا اللي متنمرين ومتضايقين وغضبانين، ولكن لو بصينا على نفسنا الحكايه بتبتدي من عندنا. لا، هو الحكايه انه احنا عندنا شويه مفاهيم محتاجين ان احنا يعني نراجعها. يعني صحيح. حتى لما بنيجي نتكلم عن المنهج العلمي، المنهج العلمي فيه جزء ايجابي. صحيح. انما ايضا فيه جزء سلبي طبعا لازم ابدا بيه، اللي هو ايه؟ ان اتخلص من الاوهام، أوهام السوق، أوهام المسرح، أوهام الكهف، الكلام المكلكع بتاعنا ده. أنت عندي، إحنا عندنا شوية أوهام وهي دي اللي بتحركنا، وبعدين نيجي نقول تفكير علمي. لا، اتخلص من الأوهام دي وبعدين أفكر في التفكير العلمي. فإحنا الحقيقة اختياراتنا ليست رشيدة. ليه؟ لأن ما تعلمناش ده تعليم. يبقى احنا يعني عايزين نختم فقرتنا دي النهارده بحسن الاختيار، ان احنا لازم نختار بشكل صحيح وسليم. قبل ما نختار يبقى عندنا مش على لحم بطننا، يعني يبقى في بنيه معرفيه بتتكون منذ الطفوله. صحيح. انه في ضوءها يقدر يختار. يعني الحقيقه بجد دكتور طلعت احنا محتاجين فقرات وفقرات مع حضرتك، لان الموضوع بجد يطول شرحه. فيعني انا بقول للاعداد دلوقتي لازم دكتور ينورنا مره تانية، للاسف فقرتنا انتهت النهارده، ولكن انا استفدت جدا من حضرتك معانا دكتور طلعت عبد الحميد، الاستاذ بقسم اصول التربيه بجامعه عين شمس. صباحك صباح الورد. صباح الورد كده. مشاهدين، دي نهايه حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حلقه جديده من صباح الورد.